أكد نجم الكوميديا محمد سعد أنه سيظهر في فيلمه الجديد تتح بشكل جديد ومختلف عما قدمه من شخصيات في أعماله السينمائية الكوميدية السابقة التي اشتهر بها، مثل شخصيات عوكل وكركر واللمبي، مؤكداً أن فيلمه بعيداً تماماً عن السياسة، وأن الجمهور سينبهر بشخصية تتح الجديدة التي ستكون المرة الأولى لسعد في الظهور من خلالها. فيلم تتح من إخراج سامح عبد العزيز. جيل السيس بقى أبطال. الجيش والشعب إيد واحدة.